أقصد فيها نهاية هذه الدنيا. متى يتوقف التاريخ؟ في أي سنة؟ في أي شهر؟ في أي يوم؟ في أي يوم عداد التاريخ سيقف ويقول لهذه الدنيا وداعا؟ متى؟ متى يتوقف كل شيء في هذه الدنيا عن الحركة؟ متى يفنى على الأرض كل حي؟ كل من عليها فان. إنس، جن، طير، حيوان، حشرات، دواب، سيأتي يوم يسكن فيه كل شيء، كل حي يموت، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما قصة النهاية هذه؟ ومتى نصل إلى هذا اليوم؟ ومتى ستكون؟ هذا السؤال مراودنا إحنا وبس راود، حتى الصحابة. الصحابة كانوا يأتون إلى رسول الله فيسألون، بعضهم يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم؟ متى تنتهي الدنيا هذه؟ وكان النبي يرد عليهم فيقول، يعني ليس السؤال متى الساعة، السؤال ما أعددت لها، ماذا عملت لذلك اليوم؟ هنا السؤال. لكن تريد أن تعرف القصة؟ فالقصة مذكورة، وكيف ستكون النهاية موجودة، وما العلامة التي إذا دقت فاعلم أنها اللحظات الأخيرة. خلاص، نحن الآن في الحقبة الأخيرة في تاريخ الدنيا، لكن هذه الأخيرة فيها أيضا فترة أخيرة، إذا بدأت الواحد يمكن حتى التوبة ما تنفعه، حتى الاستغفار ما راح ينفعه. والله لو بكى بعض الناس في يوم من الأيام على الأرض، لو بكى بعض العصاة دما لما قبل الله توبتهم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللي ما كان يصلي ما راح تنفع الصلاة، صاحب الزنا ما راح تنفع التوبة، وشارب الخمر لن تنفعه والله لو بكى دما. ما انتهت الدنيا، لكن هذه الحقبة الأخيرة. للحين ما بدأنا بقصة النهاية، نتكلم عن النهاية لأن النهاية مفزعة. في حديث أبي هريرة أنه إذا قامت الساعة، إذا نفخت النفخة الأولى ولم يبقى حي على وجه الأرض، تمكث الأرض هكذا، فيرسل الله عليها غيما على الأرض، وينزل عليها مطرا شديدا، وتخيل كل الأرض أموات، وتخيل المطر ينزل وما فيها حي، حتى الحشرات ما في، حتى الطيور ما في، حتى الجن ما في، كل أموات. ويرسل الله مطرا. طيب المطر ليش المطر؟ ينبت بالمطر أجساد الخلق. شفت البذرة كيف تنبت منها شجرة؟ ذلك المطر بعد النفخ تنبت به، لأن كل جسد يبقى منه جزء من عظم صغير عجب الذنب، آخر جزء في العمود الفقري يبقى منه جزء ما يتحلل، تكون هذه مثل البذرة. هذه البذرة تنبت منها أجساد الخليقة كلها. شيء خوف، يمكن نفس المكان 20-30 جثة تنبت الأجساد فوق بعض البعض، وأجساد تحللت منذ آلاف السنين. في ذلك المطر تنبت الأجساد حتى يبقى بين النفخة الأولى والثانية 40. لا تسألني 40 يوم ولا شهر ولا سنة، أبو هريرة نسي، يقول: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن 40. ليش 40؟ هذه دائما فيها في الشرع لها ميزة، 40 مثل السبعة، حتى 40 الله أعلم. تمكث الأرض 40، بعدين تنفخ فيها النفخة الثانية، ترجع الأرواح إلى الأجساد، ثم يقال للناس: أيها الناس هلموا إلى ربكم.
وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه هي النهاية، لكن شنو قصة النهاية؟ متى سنصل إلى هذه النهاية؟ أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثته، هي كانت أول إشارة لقرب نهاية هذه الدنيا، بعثة محمد. حتى قال بعثت في نسم الساعة. تعرفون شنو نسم الساعة؟ أحياناً العاصفة، أهل البادية يعرفون هذا اللي يعيشون بالصحراء، يقول لك الحين بعد ساعة أو اليوم راح تجي عاصفة. اشترك لا أرصاد ولا فضائيات ولا، لكن يدري، لأن هناك نوع من الهواء يسمى النسم، نسم العاصفة، اتجاهه، شكله، قوته. أهل الخبرة يقول لك في عاصفة بعد شوي جاية، لا دراسات ولا فضائيات ولا غيره، هذا يسمى النسم، بداية العاصفة. بعثة محمد كانت بداية الساعة، مثل النسم قبل العاصفة. قال بعثت في نسم الساعة، مثل بداية العاصفة. ونحن الآن بيننا وبين بعثتي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 وأكثر من 30 سنة، كل هذا ونحن نقترب من نهاية هذه الدنيا. قسم العلماء الساعة وأشراطها إلى قسمين، صغرى وكبرى، صح ولا لا؟ نعرف هذا، لكن بعض الناس الذي ما يعرفه يظن لازم الصغرى تخلص عشان تبدأ الكبرى، هذا خطأ، بل بعض الصغرى ما راح تطلع إلا في نهاية الكبرى، وراح تسمعون بعد قليل. الصغرى أكثر من 100، وبعض وصلها ل200 علامة من علامات الساعة الصغرى. وانت جاي من بيتك للمسجد شفت علامات الساعة؟ مستحيل ما شفت. تفتح الجرائد يوميا تقرأ علامات الساعة، بل افتح الأخبار، ما في أخبار في الدنيا تفتحها إلا تقرأ فيها وتشوف علامات الساعة. ما تشوفون كثرة القتل والهرج؟ هذه من علامات الساعة. ما تشوفون تطاول في البنيان؟ علامات الساعة. أليس الآن ميزة يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يخون الأمين ويؤمن الخائن؟ ألم ينطق الرويبض عندنا في الفضائيات والإعلام والدنيا؟ من الذي يتكلم اليوم؟ تافه، تافه يتكلم في أمر الأمة الإسلامية، رويبضة. من علامات الساعة ضيعت الأمانة. يوم من الأيام تابعي وصحابي يمشيان في مكة، شوف الخبر اللي في حكم المرفوع، الصحابي ما يأتي بكلام من عنده، التابع يسأل الصحابي متى تقوم الساعة؟ شوف ايش قال له، قال إذا رأيت مكة، هذا الكلام متى؟ زمن التابعين. قال إذا رأيت مكة، شفت هذه مكة؟ شنو كانت مكة؟ بيوت طين، تراب، كعبة، هذه مكة. قال إذا رأيت مكة قد انبعجت كظائم، يعني حفر فيها أنفاق. ايش درى الصحابي أصلا؟ من أخبره؟ حتى الخيال ما كان يتخيل هذا. إذا رأيت مكة قد انبعجت كظائم، صار فيها أنفاق، وعلى بنيانها رؤوس الجبال، صار البنيان فيها أعلى من الجبال، فاعلم أن الساعة قد أضلتك. خلاص، فهل ينظرون إلا الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. إيش ناطرين البشر؟ البشر ناطرين يستيقظون في الصباح ويسمعون النفخ بس؟ هذا اللي ترى، أكثر الأمم اليوم، أكثر الأمم في الدنيا في ضياع وضلال. كم حنا؟ ربع الأرض أقل، أكثر من 3/4 في الأرض ما يعرفون الله. حتى أمة الإسلام أغلبها جهل. من الذي يعرف الله على علم وبين اليوم؟ القلة القليلة ترى في الأرض. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ما راح تقوم الساعة لين تطلع علامة من علامات الصغرى. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بالتفصيل، قال لن تقوم الساعة حتى تخرج نار. من وين؟ بالحجاز، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة بالشام،
نار تطلع بالحجاز وظلها بالشام، والله شو النار هذه؟ تقول لي متى راح تطلع؟ أقول لك هذه طلعت في القرن السابع الهجري وخلصت. هذه علامة طلعت في القرن السابع الهجري. يقول ابن كثير اقروا في قصتها في البداية والنهاية وشوفوا الناس ايش سووا في ذلك اليوم. من لم يبكي؟ من في ذلك اليوم ترك صلاة؟ من في ذلك الوقت والنار في السماء؟ النار في السماء. من في تلك الأيام ما أعتق العبيد وأرجع المظالم وتاب من الذنوب والمعاصي لكن وقفت النار ورجع الناس مرة ثانية؟ القلوب مشكلتها مشكلة. تشوف العلامة تتوب وترجع إلى الله، تنتهي العلامة. اليوم ما يمر أسبوع أسبوعين ولا تقرأ خبر عن زلزال في الأرض، صح ولا لا؟ وهذه نهاية الدنيا، كثرة الزلازل، لأن خلاص الدنيا ستختل، النواميس ستضطرب، القوانين تختل. راح يطلع يوم من الأيام الشمس تقلب دورانها. يعني إيش ناطرين اليوم؟ حتى علماء الجيولوجيا وعلماء الطبيعة وعلماء الأرض اليوم يقولون لك راح تكون كارثة، المناخ كله يتبدل، الدنيا ستنفجر، راح يحصل شيء، ظهر الفساد في البر والبحر، إن المنظمات العالمية تحذر وتدق ناقوس الخطر، الأوزون يتسع، التلوث يزيد، المناخ كله يتبدل، راح ينذر بكارثة. هم يعلمون أن هذه حكمة الله. خلاص نحن الآن في الفترة الأخيرة من الدنيا، شفت الدخان اللي طلع في أيسلندا قبل أيام ايش سوى في البشر؟ صدقوني هذا الدخان لو طول شهر واحد يمكن الأمم كلها تنهار، اقتصاد أوروبا كله ينهار. مو بس الاقتصاد، إذا اقتصاد أوروبا ينهار يمكن كل العالم ينهار بعده. لكن أذن الله أن ينكشف إنكم عائدون. سبحان الله، هذا دخان صغير، شلون دخان آخر الزمان؟ كانت الناس تتساءل شنو قصة الدخان آخر الزمان ومن وين راح يجي؟ لكن لما شافوا دخان أيسلندا من بركان صغير قالوا والله على كل شيء قدير. فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان أيسلندا ترى ولا شيء ولا شيء، وخلت الناس بالعراء والناس بالمطارات أيام، حتى الأكل ممحصلينه. والله لو طول أيام بعد أخرى عشان شفتوا الكوارث والمصائب الدنيوية. هذا البركان تافه ترى، بركان صغير في آخر الدنيا، شوف ايش سوى في العالم. شلون الدخان المبين آخر الزمان؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغطي الأرض هذا عذاب أليم. يبكي الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. للحين ما بدأنا بالعلامات الكبرى، راح أقول لك إياها بقصة مختصرة. علامات الصغرى اطلع برا، ما تشوف لك نساء متبرجات؟ هذه علامة. في مغنيات اليوم ظهرنا في الدول العربية والإسلامية، هذه علامة. الربا موجود، الزنا موجود، هذه كلها علامات الساعة. يمكن ما شاف بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافها، لكن اليوم حنا، بل حتى السيارات ربما حتى السيارات اللي قاعدين نركبها هذه ربما علامة من علامات الساعة الكبرى ونحن ما نشعر. العلامات اليوم حولنا، وفي أمر يمكن أنا أقوله كرأي شخصي قد يكون مخطئ فيه. من فيكم زار الحرم النبوي أو على الأقل شاف صورة؟ اليوم الحرم النبوي بتوسعته الجديدة الجميلة مو مثل قبل 20 سنة، لا الوضع تغير. اليوم الحرم النبوي يرى من خارج المدينة، صح؟ من أطراف المدينة تشوف مناراته والبنيان، ما كان يرى ترى قبل عشرات السنين. قبل عشرات السنين والمباني اللي حوله ما يرى المسجد، اليوم يرى واضح حتى بالتصوير الفضائي. أشبه ما تصوره اليوم بجماله قصر. اليوم جمال المسجد النبوي أعلى وأفضل وأجمل حتى من القصور، حقا هو قصر. قبل 20 سنة كان أحمر، اليوم المسجد النبوي بالتصوير الفضائي أي لون؟ أبيض. شوفوا بالفضائيات تلقونه مثل القصر أبيض. طيب ليش يا شيخ تقول هالكلام؟
تدرون ليش؟ لأن الدجال إذا خرج آخر الزمان حاول يدخل المدينة ما يقدر، يقف عند مشارف المدينة ويرى المسجد من خارجها. شفت؟ يرى المسجد من خارجها. وماذا يقول في صحيح مسلم؟ يقول: هذا هو القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، باللفظ القصر الأبيض. ترى ما كان قبل فترة قصر أبيض، اليوم صار قصر أبيض. أنا ما أجزم، قد يتبدل، قد يكبر أكثر، قد يتوسع أكثر، العلم عند الله، لكن أنا أقول لك ما صار قصرا أبيضا إلا في سنواتنا هذه. ومن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم، وبس انتبه، لما كان مسجده من طين، يعني مسجد اللي من طين وجريد نخل، كان يقول عنه الدجال قصر؟ وين القصر؟ ما كان أبيض، وما كان يبين من خارج المدينة. الآن كل العلامات الصغرى كأننا أي الصغرى الكبرى، هذا في زمن الدجال. هذا أنا ما أجزم، لكن أقول لك انتبه، لأن أغلب العلامات الصغرى الآن وقعت، من الحروب، من فتح بيت المقدس، من موت بعض الناس، من كذا من كذا، كلها وقع كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال مو هذا، السؤال كيف تسمعونه؟ قصة النهاية الحقيقية، العلامات الكبرى شو راح تصير؟ وهل راح ندركها إحنا ولا لا؟ العلم عند الله، قد أنا وأنت ندرك العلامات الكبرى كلها. الأمر متوقع، شلون تجزم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تدري كان يقول حق أصحابه؟ يقول: إن يخرج الدجال وأنا فيكم، إذا طلع الدجال وأنا موجود حي، فأنا حجيجه دونكم، أنا أتكفل فيه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد يدبر نفسه، كل واحد يلحق على نفسه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن الدجال يخرج، إذا مو في زمنه قد يكون في زمن أصحابه. إحنا 1400 سنة يا أخوان، ولعل البعض منكم يعلم أن الدجال ترى أصلا موجود. بعضنا قد يخاف، موجود؟ هي موجود، أيام النبي كان موجود، لكن ما أذن الله له بالخروج. مسألة خلافية صح، لكن لجنة الإفتاء أفتت من زمن يعني بعيد، حسب حديث تميم الداري تعرفونه أنه موجود، لكن ما أذن له بالخروج إلى اليوم. يعني قد نشوفه، قد نشوفه. متى تبدأ العلامات الكبرى؟ تبدأ العلامات الكبرى بحرب. الآن ابدأ احفظ القصة، ما ذكرته لك قبل قليل معلومات، لكن احفظ القصة الآن، لأنك إذا كنت أحد أبطالها وشاهدت أحداثها لازم تكون تعرف شو تسوي، تروح ويا منو، وين تروح أصلا. وقد نكون نحن، إذا مو إحنا، عيالنا أو عيال عيالنا يشهدون هذه الأحداث. احفظ القصة وعلم عيالك. تبدأ العلامات الكبرى بحروب مدمرة، وأول أو أحد الحروب هذه حرب يجتمع فيها المسلمون مع الروم، النصارى يعني حلف يسوون، يقاتلون عدوا ما سماه النبي. من هو العدو؟ ما قال. شوف الحكمة، إنه ما قال من العدو. ما في شيء في الشريعة يذكر إلا بحكمة ويخفى إلا بحكمة. قال: تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم. بعض المحللين الحين السياسيين أو اللي قاعد يسمعني قد يتخيل دولة من الدول العظمى، قد يتخيل عقيدة من العقائد المدمرة الكبرى، قد يتخيل شعب من الشعوب. إحنا والروم يعني النصارى حلف يصير بيننا، نقاتل عدو وننتصر، بعد الانتصار هذا فيغدرون كعادتهم. النصارى يغدرون في المسلمين ويأتونكم بثمانين راية، في رواية غاية، يعني راية، تحت كل راية 12,000، يعني جيش المليون، يرسلون عليكم بالغدر جيش قوامة تقريبا مليون إنسان، ويبدأ القتال بين المسلمين وبين النصارى. طبعا في ذلك اليوم الفوضى في العالم،
فوضى أمنية، فوضى سياسية، فوضى عسكرية، فوضى، لا تتخيل مثل اليوم، لا لا، الدنيا معفوسة. في ذلك اليوم يخرج رجل كما جاء بذلك الصحاح يبايع، شوف المكان، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي محمد بن عبد الله، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حسني فاطمي علوي، علوي نقصد نسبة إلى علي بن أبي طالب، هذا الرجل من آل البيت يبايع الناس يسمى المهدي، في ذلك الحديث الصحاح. طبعا هذه بداية الآن أول انفراط المسبحة. شنو المسبحة؟ أنا هي صورة بس، شفت المسبحة، المسبح في الخرزات، إذا انقطعت المسبحة ما تطلع خرزة واحدة بعدين خرزة ثانية، شو يصير بالخرزات؟ طيح كلها. بداية الانفراط، يعني كل العلامات الكبرى تبدأ بظهور هذا المهدي أول شيء، خلاص تبدأ العلامات الكبرى كلها تتوالى. يبايع الناس بين الركن والمقام، شوف المكان بالضبط عند الكعبة، يبايع أهل الإيمان وأهل العبادة وأهل الدين، يبايعهم على أي شيء؟ على القتال في سبيل الله. خلاص ذروة سنام الإسلام تعود مرة أخرى ويبدأ الناس يبايعونه. طبعا إحنا كل يوم يطلع عندنا واحد يقول أنا المهدي، إحنا عندنا بالكويت واحد من زمان يقول أنا المهدي، مجنون ترى، في كثيرين يدعون المهدية أو المهدوية لأنهم يعني أضغاثوا أحلام، شافوا حلم بالشيطان ولا يبي السمعة والشرف أو يبي، أو رجل في شيء مرض نفسي. لكن المهدي آخر الزمان يعرفه أهل التقوى والإيمان والعلم والصلاة، العلماء، علماء الأمة هم الذين يعرفونه، مو هو يدعي أنه هو المهدي، بل يدفع دفعا. ولهذا حنا نقول حق الناس نجوم الهداية والهدى ترى علماء الأمة، خاصة في آخر الزمان. ولهذا إذا مات العالم ثلم في الإسلام، إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، والله ما تسد. علماء الأمة هم نجوم الهدى في آخر الزمان، هم الذين يجمعون ويتواطؤون على اعترافهم بأن هذا الرجل هو المذكور في الأحاديث. تبي تتأكد إن هذا هو ولا مو هو، الروح مبايعه ولا لا، تبي تتأكد، يخرج إليه جيش يقاتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخسف بالجيش أوله وآخره، كل يخسف فيه. إذا سمعت بالأخبار أن جيش رايح يقاتل هذا الرجل فابتلعته الأرض كلها، فاعلم أنه الرجل المقصود. احفظ هذه، استفيد منها والله، علمها أولادك، إذا شفته مثل هذا الرجل وخسف بالجيش اللي يقاتله على طول روحه، كونوا جنود له، بايعوه خلاص، لأن آخر الزمان الحق معاه. فيبدأ القتال في سبيل الله وراء هذا الرجل المهدي، ويبدأ الناس بالجهاد. طبعا الأحاديث كلها جاءت بالخيول والسهام والنبا، الله أعلم هل هي على الحقيقة على ظاهرها أو هي مجاز، لأن الناس ما راح يعرفون شيء اسمه دبابة وطائرة وصاروخ، يمكن الناس ما تعرف في ذلك الزمان فذكرت هذه الألفاظ، الله أعلم. لكن المهم أن هذا الرجل يبدأ بالقتال ويفتح الله عليه الفتوح، لأن النصارى غدروا، فيبدأ المسلمون الآن بالقتال. طبعا معسكر أهل الإيمان في آخر الزمان وين؟ الشام، خلاص جند الله وقلعة الإسلام تصير هناك في الشام، ويرجع الناس للقتال في سبيل الله، وقيادتهم يتوجهون وين؟ إلى تركيا، ويبدأ الفتح الإسلامي متوجهين وين؟ إلى أوروبا، يبدأون يدخلون تركيا والقسطنطينية، يتوجهون وين؟ رأس بلاد النصارى وين؟ إيطاليا، روما، كما جاء في الحديث بالضبط، تفتح القسطنطينية بعدين وين؟ روميا، فيذهبون إلى روما يفتحونها، وجند الله يتقدمون إلى أوروبا، والله إيطاليا، هذا الحديث، يصلون إلى إيطاليا إلى روميا، فيصرخ فيهم الشيطان. هني تبدأ القصة الحين بنوع من الخوف، حنا نخاف، يصرخ الشيطان في أهل الإيمان، أهل الإيمان مجاهدين، وين أهلهم وعيالهم؟ في بيوتهم جالسين، خلوا عيالهم وأهلهم ورايحين في القتال، يصرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خرج في ذراريكم. طبعا كذاب،
ليش بيوقف الزحف الإسلامي؟ يريد أن يوقف الفتح الإسلامي فيصرخ فيهم أن الدجال قد خرج، أن الدجال قد خرج، فيرسل قائد الإسلام في ذلك اليوم يرسل 10 فوارس، حط خط تحتها 10 فوارس عشان يتأكدون من الخبر، طلائع. يقول عليه الصلاة والسلام: أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، اللهم اجعلنا منهم. من يحوز على هذا السبق يكون 10 يتقدمون ليكتشفوا الخبر هل صحيح ولا لا. في ذلك الوقت وهم راجعون قافلون يأذن الله بخروج الدجال، كان كذبا لكن يأذن الله بخروجه. يخرج وين؟ بين خلة، بين الشام والعراق، بين سوريا والعراق، في مكان قرية. طبعا هو مو هناك مكانه، لكن هناك يبدأ بالإعلان ويظهر أمره في ذلك، خلة بين الشام والعراق، وهم راجعين الآن من أوروبا ترى في طريقهم صار. والمشكلة الواحد وين أهله عياله؟ اللي مو محصن أهله وعياله مشكلة، اللي مو محفظهم فواتح الكهف مشكلة، اللي مو معلم عياله على شنو معنى الدجال وكيف العصمة من وشنو فتنته، قد يقعون أعظم فتنة على وجه التاريخ. ما خلق الله فتنة منذ أن خلق الأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. عشان كذي أمرنا بالاستعاذة منه قبل كل سلام. ومن فتنة المسيح الدجال يرجع أهل الإيمان. طبعا الآن ما في جهاد للدجال، لا لا لا، الآن كل واحد يلحق على أهله، كل واحد بيته، ما يطول، كل 40، لكن 40 ما يدعوا أرضا إلا يطأوها إلا مكة والمدينة، صج 40، لكن بسرعة السحاب يسير. 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر، يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، لكن مو 40 يوم وبس، الأرض كلها يجوبها. لا تقول أنا راح أكون قوي بالإيمان وأواجه الدجال، لا 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 لا. نصيحة، نصيحة خذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا سمعتم بالدجال بأرض فانأوا عنها. سمعت أن جاي المدينة الفلانية، القرية الفلانية، متوجه إلى هذه البلد، لا تصير أنت معتمد على إيمانك وشطارتك وقوتك وتروح تواجهها، لا، هني الشطارة، فانأوا عنها، اهرب. ومن استطاع منا أن يكون له منزلا في المدينة فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تقول لي عيل كل البشر راح يروحون المدينة، لا لا لا، لأن المدينة آخر الزمان ترجف، تحتز، صار فيها زلازل. تذكرون الزلزال اللي قبل فترة قريب من المدينة، شعروا بها أهل المدينة؟ آخر الزمان المدينة نفسها ترجف، فتخرج كل من في قلبه دخن وخبث، كل إنسان في نفاق يطلع من المدينة، ما يقدر يجلس فيها، فلا يجلس في المدينة إلا الخلص، طيبة طيبها الله. إذا قدرت آخر الزمان أنت وأسرتك وعيالك تروحون بالأربعين يوم هذه تجلسون في المدينة خير لكم، حتى لو بخيمة، والله والواحد ما يأكل إلا تمر يشرب ماي، خير له من أن يجلس في بيته فيتعرض لفتنة الدجال وما يدري. بل إن بعض الناس ربما ربط امرأته في سارية بيته خوفا عليها من الفتنة، وبعض النساء قد تكون ضعيف الدين وإيمان وتتبعه. شوف من فتنته، يأتي إلى الأرض القاحلة فيأمر أهلها بالإيمان به فيؤمنون، فيأمر السماء فتمطر، يا سماء امطري فتمطر، يا أرض انبتي فتنبت الزرع، الله أكبر، إيش صاير؟ فيتناقل عند الناس أن قرية فلان ومدينة الفلانية لما كفروا به قحطت أرضهم وأجدبت، والأمة الفلانية لما آمنوا به رزقوا بالخيرات. شو يصير في الأمم اليوم؟ الناس يطالعون أوروبا عندها مطر وعندنا ماكو مطر، يبون يفتنون في دينهم. اليوم بعض الناس من جهلهم لما يشوفون الحضارة الأوروبية والتخلف العربي يبي يبيع دينه. شلون لو شافوا الدجال؟ هؤلاء مع الدجال مباشرة. شوف من فتنته، من فتنتي أن معه جنة ونار. القضية مو سهلة يا جماعة، جنة تشوفها
ونار تشوفها. طيب لو اضطررت أن أواجه هذه الفتنة شو أسوي؟ أول ما تواجه الدجال على طول أنت وعيالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن مع الشياطين لازم تستعيذ بالله وتقرأ القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. على طول اقرأ سورة الكهف أنت وعيالك وزوجتك، إذا قرأتم الكهف عصمتم منه، ما يقرب لكم. لكن المسكين اللي له حافظ ولا عياله حافظين إيش راح يسوي؟ اضطررت تواجهه. يقول عليه الصلاة والسلام، لأن اللي ما يؤمن فيه دش النار، يقول فليغمض أحدكم عينيه وليطأطئ رأسه، يعني دخل رأسك بالنار. ترى صعب، ما يسويها إلا اللي عنده يقين. احفظوها لأن حديث هذا. قال وليغمض أحدكم عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب ماء عذبا زلالا. من عنده اليقين يدخل رأسه في النار، نار الدجال، لأن جنته نار وناره جنة. ترى اللي عنده يقين بس، اللي عنده علم. شوف من فتنته، من فتنته يأتي للرجل يقول تؤمن بي؟ يقول لا. يقول أين أمك وأبوك؟ أمك وأبوك وينهم؟ مات منذ زمن، أمي ميتة من زمان. يقول أرأيت أن أحييت لك أمك وأباك، أتؤمن بي؟ يقول لأرى، خلينا نشوف. فيأمر القبر فينشق فتخرج أمه أمامه. شيطان يتمثل بأمه، أمه ويأمر القبر فينشق فيخرج أبوه. فتقول له أمه، شوف الفتنة، فتقول له أمه يا بني قد رأيت كل شيء بعد موتي، يعني أنا شفت الحقيقة، شفت الجنة والنار والغيب كله شفته. يا بني إذا أردت أن تعرف ربك فهذا هو ربك، يعني الدجال، فآمن به يا بني. تخيل أمة تقول لها، أقول لكم فتنتها ما هي أي فتنة، ما أرسل الله فتنة على الأرض كفتنة المسيح الدجال. الدجال طبعا يخرج في الناس، والناس في فتنتهم في خوفهم، كل واحد جالس في البيت اللي مقفل الباب على نفسه واللي يسمع الأخبار واللي الكل خايف على زوجته وأولاده. ويخرج معه يهود من أصفهان 70,000 أتباعه، هذا البس من هالمدينة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اجدر على المدينة أصلا، هو جالس في المدينة، في مدينة رسول الله، في اشدر عن شيء اسمه أصفهان، واشدر أن راح يكون فيها يهود، اشدر. اليوم سووا بحث في الانترنت، راح تلقون المدينة اللي في أصفهان اللي تسمى أصلا مدينة يهودية، عشرات آلاف اليهود فيها. لا تبون شيء أكثر بعد؟ يقول عليه الصلاة والسلام عليهم الطيالسة، يعني نوع من أنواع اللباس. اليوم في أمم من اليهود يلبسون الطيالسة، نفس نوع اللباس اللي ذكره، يتبعه الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. طبعا وين يتجهون آخر يوم؟ في آخر الأيام 40 يتوجهون وين؟ فلسطين، في الأرض المباركة. يتجمع اليهود وأتباع الدجال ومن آمن به، وين يتجمعون؟ في فلسطين. ومعسكر أهل الإيمان وين؟ في الشام. الآن صار معسكرين في الشام وفي فلسطين، الدجال هناك وأهل الإيمان مع الرجل الذي يسمى المهدي في الشام. تخيلوا الآن المعسكرين آخر الأيام، فجأة الناس رايحين أذان الفجر يصلون في مسجد وصفه النبي عند المنارة الشرقية بدمشق، المنارة البيضاء، الله أعلم، بعض الناس يقول هو الجامع الأموي، الله أعلم، لكن في منارة شرقية بدمشق الناس رايحين يصلون الفجر، فجأة يسمعون المنادي ينادي. طبعا هذا دلالة على أن مو أي واحد أهل الفجر، هذيل أهل صلاة الفجر، هذيل الخلص، هذيل اللي راح يقاتلون في سبيل الله، مو اللي ينامون عن الصلوات ويتركونها، لا هذا ما ينفعون. وهم رايحين صلاة الفجر يسمعون المنادي ينادي جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. صاير الناس تتساءل إيش صاير؟ ملائكة نزلت من السماء، أنزلت معها عيسى بن مريم. يا الله يا جماعة، هذه ثبت الإيمان صح ولا لا؟ عيسى بن مريم نزل، تخيل البشارة الحين، الناس معنوياتهم في الأرض،
الدجال سيطر، الدجال أمم معاه، الناس فتنت، الفتنة انتشرت. فجأة شوف كلما ضاقت فرجت، يسمعون الناس أن عيسى بن مريم نزل، جاءكم الفرج، خلاص جاءكم الغوث. على أذان الفجر بين الأذان والإقامة نزل عيسى بن مريم، وشوف منظره الجميل، إذا طأطأ رأسه تحدر كالجمان، يعني ينزل من رأسه مثل اللآلئ والجمان. الله أكبر، هذا عيسى بن مريم ما مات، ولهذا ينزله الله آخر الزمان. فإذا نزل عيسى بن مريم أول ما يتقدم، تخيل أنك في الصف الأول، يا الله، تخيل أنك من أهل الفجر اللي جايين وراء الإمام تصلون، تخيل هذا المنظر. المهدي يقول حق عيسى بن مريم تقدم، وعيسى ما يرضى. عيسى يقول للمهدي بل أنت، فيصلي عيسى مأموما تكرمة لهذه الأمة، يصلي المهدي إماما بهم أو الرجل الصالح أو من ذكر بالأحاديث. ثم بعدها يقوم عيسى بن مريم فيقود الجهاد في سبيل الله. وين رايحين؟ فلسطين. هناك ينطق الحجر والشجر، هناك تكون المذبحة الكبرى ليهود والدجال وأتباعهم. يدخل عيسى بن مريم معه جيش الإسلام، ينطق الحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، ويبدأ الحجر يقاتل والشجر يقاتل، وأهل الإيمان يدكون الأرض دكا. وعيسى بن مريم من خصائصه إذا رأى كافرا مات وذاب كما يذوب الملح، إلا الدجال إذا رآه عيسى فيمكنه الله ما يذوب، ما يسيح في الأرض، حتى يأتي إليه عيسى بن مريم فيأخذ الرمح فيضربه ضربة يصرعه بها، فيكبر أهل الإيمان الله أكبر الله أكبر، ينصر الله جنده ويعز الله أهل الإسلام والإيمان. فجأة وهم فرحون وينتشر في الأرض الخبر قتل الدجال، أهلكه الله جل وعلا، وفتحت فلسطين وبيت المقدس. مو شرط ننتظر لهذا اليوم حتى نفتحها، قد تفتح فلسطين قبلها وبيت المقدس، لكن هذه إحدى الفتوحات، تفتح فلسطين وبيت المقدس ويعلو فيها صيحات الله الله أكبر، ويحكم في الأرض من؟ عيسى بن مريم. لكن فرحة ما تمت، خلاص الآن العلامات طلعت، ايش راح يصير؟ فجأة يرسل الله وحيا إلى عيسى بن مريم، يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا أنت ولا جيشك يقدر عليهم. من هؤلاء الناس؟ قال إني أرسلت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ الجنود والجيش وروحوا جبل اسمه الطور اختبئوا. من اللي طلع؟ حتى إذا فتحت يأجوج، نفس الوقت الدجال يموت، عيسى موجود يطلع يجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا. الله عز وجل يأمر عيسى وأهل الإيمان هربوا، يهربون إلى الجبال، وإذا بيأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج ترى كل يوم يحفرون في سدهم، سد من حديد مخلوط بنحاس، سد عظيم. يمكن بعضكم يقول ليش الأقمار الصناعية ما طلعت السد هذا؟ ليش ما اكتشفت وين يأجوج ومأجوج؟ أمة من الأمم. أقول لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يقولوا لك حنا شفنا كل شعرة على وجه الأرض بالأقمار الصناعية، لا مو صحيح. وماذا سيحصل للكعبة؟ بل المسجد النبوي هل صحيح ألا يمر فيه إلا الكلاب والسباع في يوم من الأيام؟ وماذا سيحصل للبشرية في ذلك الزمان؟ أنا لا أستطيع أن أختصر هذا الكلام كله في دقائق معدودة، لأن الوقت تقريبا قد شارف على الانتهاء، لكن نحن الآن اقتربنا من نصف مشارف أو علامات الساعة الكبرى، بقي النصف الآخر. أنا أدري أنني إذا وقفت الآن راح تزعلون علي، كمل، لا الوقت انتهى، سنقف عند هذا الحد. وأعدكم إن شاء الله بعد إن شاء الله فترة من الزمن، إذا أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدعوة في عندكم، إن قصة النهاية الجزء الثاني نكمل من خروج يأجوج ومأجوج
لا، وش اللي قاعد يسوونه عيسى بن مريم وأصحابه على الجبال؟ ايش قاعد يسوون؟ وماذا سيفعل يأجوج ومأجوج؟ وهم هل الآن هم موجودون؟ لا، ويمكن نحدد لك تقريبا مكانهم بعد. وماذا سيحصل بعد نهاية يأجوج ومأجوج وموت عيسى بن مريم؟ هل ستنتهي الأرض أو ستبقى؟ وما قصة الدابة التي تتكلم؟ هذا كله إن شاء الله لنا موعد وإياكم بعد زمن.